بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بإذن الله باش نطيبوا لبلابي تونسي معروف يعني في العالم اللبلابي. المكونات نتاعه هو الأساسية هو الحمص. عندنا احنا اليوم حضرنا نص كيلو حمص شايح، نقعناه بالماء البارح ليلة كاملة، معناها تحضروا من الليل نص كيلو نفخوا في الماء والصباح غسلناه وصفيناه. هذا فطورنا بإذن الله اليوم. أول حاجة نبدأ بها هي الحمص. وعندنا المكونات الأخرى، عندنا فلفل أحمر شايح، ثوم، كمون، ملح، فلفل أكحل، تن، زيتون، عظام مهريسة، قارص، وخبز، يا إما خبز محمر وإلا خبز بايت، يعني مش خبز طري جديد. توا أول حاجة باش نوريكم كيفاش باش أول حاجة نحطوا الحمص يطيب. عندنا الماء حطيناه يغلي، حطينا الماء يغلي، نضيفوا له مغرفة زيت زيتونة ونحط الحبس ونخليه يغلي على الأقل مدة ساعة. توا هذا الماء بتاعنا يغلي، بدا باش يغلي، نحط له مغرفة زيت زيتونة، مغرفة فقط، يعني نحط له مغرفة زيت زيتونة، ما نحطولوش شاي، حتى الملح نخلوه في آخر حاجة، نخلوه يغلي بالبدا، يقلب من بعد نحط الحبس بتاعنا. تاعنا كيما تشوفوا بدا يغلي. تو باش نحطوا الحمص، يلزموا الماء يعني يوصل درجة الغليان باش نضيفوا له الحمص. تو باش نحطوا الحمص نتاعنا. ونخلوه هذي على الأقل لمدة ساعة، نخلوه يطيب. ونخلوه هذا يطيب في عقله، نغطوه بالغطاء نتاعو، نحكم عليه غطاء، ونخلوه على الأقل ساعة يطيب الحمص قوية. من بعد في الأخير بالكل يعني 10 دقايق الأخيرة نقصوا النار. وتو باش نحضروا، أنا حضرت يعني فلفل أحمر شايح، معناها نفخته بشوية ماء سخون، هذوما باش نرحيهم باش نحضرهم، نضيفهم بالحمص كيف يطيب يعني آخر يعني 10 دقايق الأخيرة كيف يبدأ في الطيب. باش نعملوا الخليط هذا، شوية فلفل شايح رفقناه في الماء، وحبيت ثوم معناها راس ثوم معناها عملتنا، ونضيفوا له شوية ملح. هذايا ثوم وفلفل شايح رفقناه في الماء ونضيفوا لهم شوية ملح. هذا خليط باش نحضروه نرحوه باش نحطوه في الأخير يعني كيف يطيب الحمص. من الخلطة اللي نحضروها باش نحط عليها باش نحطوها فوق الخبز، معناها اول حاجه احنا باش نحطوا اللبلابي. مثال انا الطريقه اللي باش نعملها، يا اما نحضر خبز معناها محمر في الكوشه، نحطه في قاع الصينيه هكا بالطريقه هذه. انا باش نحضر يعني خبز نحضره بالطريقه هذه، والا معناها عندنا طريقه اخرى اللي ناخذ خبز بيت، يعني بيت ماهوش بتاع النهار هذاك، ونحطوه هكا طروف صغيرة في نحضروه هو في الصحفة اللي باش ناكلو فيها. هذي الخبز أول حاجة هي اللي باش تحضر، باش كي يحضر الحمص نصبوها عليها هو يسخن. هذي اللبلابي أساسه يعني خبز بايت والحمص طيب. ولفحاتها باش نوريكم كيفاش باش أنا توا حضرنا هذا الخبز البيت، الخبز المحمر، يعني طريقتين كل واحد شنو يستعمل. وثم ناس يعني تحب تحط كل شيء وحده، وثم انا نعمل خليط. شويه هريسه، هذه شويه هريسه، شويه زيت، نضيف شويه كمون، هذا كمون، هريسه وزيت وكمون، خلطوهم في بعضهم مليح. يعني في المحلات البرا مش باش تلقاه حاضر بالطريقه هذه،
يعني كل شيء انتي باش تحطوا، تحط زيت وحده والكمون وحده والهريسه وحدهم. اما في الدار يعني نجموا نعملوها الخلطه، عملنا هريسه وزيت وكمون، توا نضيفوا لها شويه تن. يعني هو الناس التن تحطه من فوق، وانا هذه خلطه نجهزها يعني في الدار، معناها خلطه جاهزه واللي يحط لبلبي يحط منها. هذا التن ضفنا لها تن، كان لقيناها شاحت نزيدوها شويه زيت، شفتوها الخلطه هذه، ونضيفوا لها مغرفه ليمون، تحبوا خل ولا ليمون يعني كل واحد شنو يحب، معناها ولا خليط هريسه زيت قارص تن كمون، واللي يحب يزين عنا الزيتون ولا الكبار. احنا اليوم حضرنا مثال الزيتون، ها شوفوا الزيتون هذا حضرناه. هذه الخلطه جاهزه، معناها مجرد مغرفه تتضاف ريتوه الخبز، هذا مغرفه تتحط فوق الخبز ومن بعد تحطوا اللبلبي كي يبدا سخون. اما ما نستعمل الخليط كان كي يجهز الحمص نتاعنا واللبلبي وتسيبو وقت الاكل، يعني ما نخلطوا المكونات كان وقت اللي نجو ناكلو. والعظم، العظم نتاعنا الطريقه اللي باش نحطوا بها هذه كعبتين عظم، نحطهم في الماء ونخلوهم 10 دقائق على النار، 10 دقائق بالضبط على النار. كيف نخرجوهم نلقاوهم بالطريقه هذه، تبدا رايبه بالطريقه هذه. هذا الثوم رحيناه مع الفلفل الشايح الاحمر كيما شفتوه قبيله، باش نرموه خاطر توا الحمص نتاعنا طاب، نزيدوه رشه فلفل احمر، رشه خفيفه مش برشا. هذا ثوم وفلفل وملح وفلفل اكحل. توا الحمص نتاعنا نتاع اللبلابي طاب، باش نرموهم هذوما يغلو على الاقل 10 دقائق. هذه اللبلابي نتاعنا طاب، باش نرمولو في الاخير الثوم والفلفل والملح والفلفل الاكحل، يعني اللي رحيناهم. الحمص يطيب ما نفوحوه حتى شيء كان في الاخير، معناها اول مره حطينا مغرفه زيت وكهو ونخلوه يغلي هكاك، كيف معناها مازال له 5 دقائق 10 دقائق باش نحطوه وقتنا، نحطوا له الفلفل والثوم والملح والفلفل الاكحل. هذا اللبلبي نتاعنا، شوف الحمص طاب، يغلي 10 دقائق ومن بعد نبدا نحطوه. كيفيه الحطان نتاعها تاع نوريها لكم بعد ما يغلي شوي. هذا اللبلاب نتاعنا حضر، باش نوريكم كيفاش يعني باش نحطوه. نجمو نستعملو عظم ني ولا عظم مرايب. الطريقة الأولى، أنا مثال باش نستعمل بيضة نية، معناها باش نكسر العظمة، هذه عظمة نية نحطها هي الأولى في الصحفة نتاعي، حطينا العظمة هي الأولى، ثم نضيف الخبز. شفتوا هذه الخبز اللي حضرناه بكري، هو خبز في الكوشة عاملينه محمرينه في الكوشة، ونحط اللبلبي نتاعي سخون، اللبلبي يبدا يغلي سخون ونحطه فوقها هكا بالطريقة هذه. شفتوه توا اللبلبي سخون، ونضيف هذاك الخليط اللي حضرناه، الهريسة والتن والقارص والزيت، لو باش نضيفوا عليها الخليط هذا. هذه صحفة اللبلبي نتاعنا، كيما تحبوا، اللي يحب يضيف شويه تن ولا اضافه اخرى بشويه تن ولا زيتون، هو حسب الرغبه نتاعو. شفتوه توا اللبلبي انخلطوه، الخبز الكل باش مسخانه نتاعو باش يمشي، العظم باش يطيب، كل شيء ما يقعد شيء، معناها كل شيء يطيب. ثم شكون يحبها حارة برشا يزيد لهريسة، اللي يحب ياكلها حارة يضيف لها لهريسة، وهي بالطريقة هذه كما شفتوا العظم الكل دخل في وسطه، مثل ما حتى شيء، العظمة طابت ودخلت في وسط
الخليط، ريحتها بنينة يعني، كي تجربوها. اللي يحب يضيف معناها طريف تون من فوق هكا بالطريقة هذه، طريف زيتون، واللي يحب يضيف له هريسة يضيف له هريسة. هذا حاضر باش ناكلوه. تو ناخذ الطريقة الأخرى. يلا احنا عندنا خبز بيت حضرناه، خذينا العظم هذه الرايبة اللي حضرناها قبيلة كما قلنا 10 دقائق في الماء، نحطوها في الماء البارد تقعد 10 دقائق على النار. العشرة دقائق نحو البيضة نلقوها بالطريقة هذه رايبة كما شفتوها هكاك، ونحط عليها اللبلاب سخون، المهم يكون يغلي سخون بالطريقة هذه. ثم نضيف الخليط اللي عملناه الهريسة والطن. ثم شكون يحب يضيف الخل زيادة، اللي يحب يضيف الخل يضيف الخل، ولا عصرة قارص يضيفها عصرة قارص. احنا عملنا كل شيء، اما اللي يحب يزيد يحب نكهة اكثر ولا يزيد هريسة يحبها حارة. هذا مصحافي اللبلابي حضروا، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هذا حسب طلب بعض الاخوان اللي طلبوا يحبوا على اللبلابي، نجم نضيفوا لها شويه هريسه يعني، اللي تحبوا اللي يحب حاره بالكدا يضيف شويه هريسه ويحلها في وسطها. يحب يضيف شويه كمون، معناها كل شيء كل واحد ياكل حسب الرغبه نتاعو. كي نخلطو اللبلابي ما نلقاوش العظم في وسطه، كله يذوب في وسطه من السخانة، العظمة تطيب وكل شيء يذوب والخبز يشرب كل شيء. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتعجبكم. هذا اللبلابي نتاعنا حضر، وكما وريتكم كيفاش خلطناه بالخبز، يا اما الخبز البيت والا الخبز المكوش يعني في الكوشه. والاضافات توا اللي توا هو حاضر، اللي يحب يضيف عنا زيت زيتونه، عنا عصره قارص والا الخل يعني، هذا هو فيه شويه قارص، اما اللي يحب معناها النكهه يبدلها عنا نضيفه شويه خل عصره قارص والا شويه نجم نضيفه له مثال هكا شويه زيت زيتونه من فوق الطريقه هذه. هذا حسب رغبة الشخص اللي باش ياكل. وهذاك اللبلابي كما شفتوه، ان شاء الله طيبوه وجربوه ويعجبكم باذن الله، بالشفاء اللي يعمل يعني.